في اي مشكله تانيه مضايقاك في الحياه؟ حد مضايقك في المدرسه في الحضانه؟ في بنت لابسه جرين. عملت لي كده، فقلت لها بتعملي لي كده ليه؟ بس ضربتني انا. ايه ده؟ في ولد تاني بيبص لي بقرف، عارف ليه؟ عارف ليه؟ وانا ما عملتهمش حاجه اصلا. انت اصلا امور جدا. انا ما عملتهمش حاجه. عملت ايه في المشكله دي بقى؟ نعمل ايه في المشكله دي؟ عملت ايه بقى؟ بجد عملت ايه؟ بس الولاد دول محترمين في كل الحضانه، محترمه ما عدا الاثنين دول. الحضانه كلها محترمه ما عدا الاثنين دول.